بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من النفط والطاقة. أنا ميساء القلة، وفي أبرز عناوين هذا الأسبوع نتابع: مصر تسعى لاستيراد الغاز عبر القطاع الخاص، وجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية بعد الإعلان عن قيام إسرائيل وقبرص بالتنقيب والاستخراج من البحر المتوسط. وكالة الطاقة الدولية تتوقع بأن تتخطى الولايات المتحدة السعودية كأكبر منتج للنفط في العالم في 2017. والبيروقراطية والخلافات السياسية تعطل مشاريع الطاقة في الكويت رغم جدواها في تحقيق زيادة الإنتاج. أهلا بكم. قال وزير البترول المصري أسامة كمال إن حكومة مصر تسعى لاستيراد أول شحنة للغاز عبر القطاع الخاص بحلول شهر مايو المقبل لمواجهة الاحتياجات المتنامية في السوق المحلي. وأضاف الوزير أن المزايدة المطروحة حاليا من جانب الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيغاز للسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز للسوق المحلية للمرة الأولى وضعت مجموعة من الإجراءات التنفيذية والتي تستهدف مساعدة القطاع الخاص على الاستيراد في أسرع وقت ممكن. وتتلقى حاليا الشركة القابضة للغازات طلبات من شركات القطاع الخاص لاستيراد شحنات غاز مسال من الخارج للمرة الأولى. ونبقى في مصر أيضا، حيث دعا مجلس الشورى لعقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير انتهاك قبرص وإسرائيل للحدود البحرية من خلال القيام بعمليات تنقيب واستخراج للغاز الطبيعي من منطقة تابعة للحدود البحرية المصرية في البحر المتوسط. يأتي ذلك فيما نفى وزير البترول المصري أسامة كمال تبعية هذه المنطقة للحدود البحرية المصرية. نتابع التفاصيل في تقرير ياسين الجوهري. حالة من الجدل الواسع تشهدها الأوساط السياسية والاقتصادية في مصر بعد الإعلان عن قيام إسرائيل وقبرص بعمليات تنقيب واستخراج للغاز الطبيعي من البحر المتوسط في منطقة يعتقد أنها تابعة للحدود البحرية المصرية. هنا من مجلس الشورى المصري خرج تقرير يؤكد وجود خرائط تثبت أن هذه المنطقة مصرية 100% كونها تبعد عن محافظة دمياط المصرية بنحو 190 كيلومترا، فيما تبعد عن حيفا الإسرائيلية بنحو 235 كيلومترا. ليصف اكتشاف إسرائيل وقبرص للغاز الطبيعي في هذه المنطقة بأنه قرصنة دولية وانتهاك وإخلال باتفاقية السلام، فيما يؤكد الخبراء أن السبب الرئيس وراء هذا الجدل هو عدم ترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل. ليس هناك حدود مرسومة، لكن هناك حدود مرسومة بين مصر وقبرص، بين مصر واليونان وتركيا أيضا، لكن هناك حدود مع إسرائيل غير مرسومة. فهذا الشركات العالمية بتبحث على ادعاء أن هذه الأراضي أراضي دولية أو مياه دولية، وبالتالي لا يستطيع أي طرف من الأطراف التنازع، لأنه ليس هناك ما يثبت أن هذه النقطة أو هذه المنطقة مصرية أو إسرائيلية. أما الحكومة المصرية فبادرت للنفي القاطع بأن تكون هذه الحقول ضمن الحدود البحرية لمصر، مؤكدة أن حقل لفنثان الإسرائيلي يقع على مسافة 136 كيلومترا من إسرائيل وعلى مسافة 204 كيلومترات من مدينة دمياط المصرية، فيما يقع حقل أفروديت القبرصي على مسافة 187 كيلومترا من مدينة دمياط وفقا للخرائط المصرية الرسمية. بعض من الخرائط اللي حصلت عليها وزارة البترول من بعض الجهات السيادية في الدولة بتقول ان الحقول دي خارج مصر تماما ومش موجودة في المياه الاقليمية، ولكن الدكتور نايل هو دكتور مصري عايش في امريكا بيقول لا، ان الحقول دي داخل المياه الاقليمية المصرية، وان حقل شمشون ده تابع للمياه الاقليمية المصرية، ولكن وزارة البترول المصرية نفت الكلام ده ايام المهندس عبد الله غراب وزير البترول. ويؤكد الخبراء ان المشكلة الراهنة مماثلة لما تعرضت له العديد من الدول العربية الاخرى التي تتشارك في حدودها البحرية في البحر المتوسط مع دول كإسرائيل وتركيا واليونان. المناطق الحدودية التي تفصل بين دولة واخرى دايما بيبقى فيها مشاكل في كل دول العالم، ليس فقط في منطقتنا ولكن في كل المناطق في العالم، خاصة إذا كانت هناك ثروة موجودة في هذه المنطقة فبتصبح مشكلة كبيرة.
كانت شركة شيل قد أعلنت عام 2004 اكتشاف احتياطيات للغاز من بئرين في منطقة امتياز مصرية شمال شرق البحر المتوسط في المياه الإقليمية المصرية، ولكنها انسحبت من المشروع العام الماضي بزعم ارتفاع تكلفته الاقتصادية. يبقى الجدل قائما إذن حول حدود مصر البحرية مع كل من إسرائيل وقبرص، بعد أن أثار اكتشاف الغاز في مياه البحر المتوسط شكوكا واسعة حول دخول منطقة الاكتشاف ضمن الحدود البحرية المصرية. ياسين الجهري، CNBC عربية، القاهرة. تعليقا على هذا الجدل في الأوساط المصرية حول أحقية الحقول الغازية البحرية بين مصر وإسرائيل وقبرص، ينضم إلينا عبر القاهرة من القاهرة الدكتور إبراهيم زهران، الخبير الدولي في قطاع النفط. أهلا بك دكتور إبراهيم. يعني إذا كان مجلس الشورى لديه كل هذه الخرائط الإثباتية، لماذا لا يتم مقارنتها بما تمتلكه وزارة النفط المصرية اليوم حول هذه الحدود البحرية بالنسبة للحقول المشتركة بين مصر وقبرص وإسرائيل؟ صباح الخير على حضرتك والسادة المشاهدين. أولا أنا حضرت امبارح لقاءين، لقاء في مجلس الشورى كنا بنتناقش فيه موضوعيا في كل الأمور الفنية الخاصة بالقرصنة الإسرائيلية والقبرصية على الغاز المصري، وحضرت لقاء آخر كان في وزارة البترول بالليل، كان بهدف ان هم يقولوا ان اسرائيل وقبرص ما خدتش من عندنا سنتي واحد وان احنا كده كويسين يعني. نعم. انا بس ايه قبل ما اخش في الجدل اللي ملوش معنى ده، عاوز اقول ان في اتفاقيه دوليه سنه 82 للاستفاده من المناطق الاقتصاديه. الاتفاقيه الدوليه دي مصر وقعت عليها، اسرائيل ما وقعتش عليها، تركيا ما وقعتش عليها، أمريكا ما وقعتش عليها حتى الآن. نعم. فأنا لما أقول عاوز أرسم حدودي مع إسرائيل، إذا كان إسرائيل مش معترفة بالاتفاقية الدولية ولا تركيا معترفة بالاتفاقية الدولية، ودول دولتين من الدول اللي احنا متشاطئين معاهم. يعني احنا لينا حدود مع 9 دول، دول 2 منهم. دي حاجة. الحاجة التانية، في اتفاقية تمت مع قبرص واتفاقية معيبة فيها أخطاء في 2003 يا دكتور، اتفاقية قبرص 2003 فيها أخطاء، فيها خطأين أهمين جدا. الخطأ الأول خط الأساس اللي قبرص اعتمدته بيدخل ضمن حدود قبرص جزيرة بريطانية بترفع علم بريطانيا، ما ينفعش. أنا بتعامل مع قبرص مش مع بريطانيا، هذه واحدة. اتنين، ان هو في الاتفاقيه خدوا خط المنتصف. خط المنتصف يجوز ان احنا نعتبره هو الفاصل بيني وبينه، ولكن في الاتفاقيه ما يسمى الحقوق التاريخيه. طالما ان في حاجه اسمها حقوق تاريخيه ارجع ليها واشوف حقي ايه. وبمناسبه الحقوق التاريخيه، ما بين قطر وما بين البحرين لجأوا للحقوق التاريخيه، والبحرين خدت 95% من المياه المشتركة. إذن في القانون الدولي ده موجود، فأنا ليه بتنازل عن حقوقي؟ نعم. وليه أطلع لكن إذا كانت إسرائيل يا دكتور إبراهيم يعني لا تعترف أصلا بالاتفاقية، فهل ستعترف بالأمور التاريخية؟ يعني إذا لم يكن هناك خرائط تثبت ترسيم الحدود، يعني اتفاقية قبرص ومصر اليوم لم تحدد حتى هذه الحدود اليوم من الشرق مع إسرائيل، والسؤال هنا يطرح، لماذا لم يتم تحديد هذا الجانب من الحدود؟ لم يتم تحديده لأن إسرائيل مش معترفة بالاتفاقية، والجانب الغربي ايضا ما تمش لان تركيا مش معترفه بالاتفاقيه. لكن انا بتكلم على الجزء بتاع من هنا القبرص، من هنا القبرص يحتاج تعديل. ان ما كانش فيه تعديل، على الاقل على الاقل اعلن من جهتي ما هي حدودي طبقا للي انا شايفه صح. انا خط الاساس بتاعي في الامم المتحده، اعلن الحدود بتاعتي منين لفين اقتصاديا، واللي معترض يتقدم لمحكمه العدل الدوليه. يعني يمكن اعتبار الموقف القانوني لمصر يعني حول أحقيتها صحيح في هذا الجانب حتى لو عرضت هذه المعلومات على المجتمع الدولي؟ أكيد لازم هنكسب حقنا، لأن مفيش خلل في الكلام اللي احنا بنقوله، ده وقائع ثابتة.
نعم. طيب دعني أسأل، يعني الدراسة التي قدمها نائل الشافعي يعني ربما تركزت حول بئرين دكتور إبراهيم، هما تمار وأفريدوت. هذه الدراسة أيضا قوبلت بالرفض من وزير البترول والثروة المعدنية. يعني السؤال اليوم، ما هي العوائد الاقتصادية التي يمكن أن تعود على مصر في حال إثبات أن هذه الحقول هي تابعة لها أو تدخل ضمن حدودها البحرية؟ هو الكلام مش على تمار وأفروديت، احنا بنتكلم أفروديت ده اللي هي أوبرس، واخدها احنا لينا جزء منه، ولكن بنتكلم عن ليفنتان وشمشون، دول مصريين 100%. لو خدنا دول زائد الجزء بتاعنا في أفروديت بنتكلم على 200 مليار دولار. نعم. وكمية الغاز المتوافرة في هذه الحقول، ما أنا بقول لحضرتك قيمة الغاز اللي موجود في الحقلين 200 مليار دولار. طيب ما هي الخطوة التالية التي يمكن أن يتخذها اليوم مجلس الشورى؟ يعني هو عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الانتهاك من قبل قبرص وإسرائيل. نعلم بأنه أيضا وزير البترول كان ينوي بالأمس عقد مؤتمر صحفي، لكن مجلس الشورى أوقف هذا المؤتمر. هل نتوقع الوصول إلى أي اتفاق يعني اليوم بين وزير البترول وأيضا مجلس الشورى حول هذا الترسيم؟ أنا هخلص البرنامج ورايح مجلس الشورى نكمل اللقاء هناك، والهدف اللي احنا عاوزين نوصل له هو الضغط على الجهاز التنفيذي لترسيم الحدود الدولية وإعلانها. ترسيم الحدود الاقتصادية، المنطقة الاقتصادية الدولية وإعلانها. طيب هل نتوقع أي موقف مضاد اليوم يعني حول هذا الترسيم من قبل إسرائيل دكتور إبراهيم؟ هل يمكن انتزاع أي يعني اعتراف بهذه الحدود بطريقة ما من الجانب المصري من إسرائيل؟ لا، هو بس الكلام الكتير اللي بيتقال إن يطلع راجل مسؤول ويقول ده إسرائيل ما خدتش وخدت، الكلام ده كله بيضعف موقفنا. فأنا أرجو من كل مسؤول إن ما كانش متأكد تماما يسكت وينتظر لما الخبر يقولوا كلمتهم. نعم. الدكتور إبراهيم زهران الخبير الدولي في قطاع النفط كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. قالت وكالة الطاقة الدولية إن الولايات المتحدة ستتخطى السعودية كأكبر منتج للنفط في العالم في 2017 إذا تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي بفضل زيادة حادة في إنتاج الغاز والنفط الصخريين، وتتناقض النتائج التي خلصت إليها تناقضا حادا مع تقرير عام 2011 والذي توقع أن تظل السعودية أكبر منتج للنفط في العالم حتى 2035. وتوقعت الوكالة بأن يستمر تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط إلى أن تتجاوز صادرات الولايات المتحدة وارداتها بحلول 2030 تقريبا. بعد الفاصل في النفط والطاقة نتابع. نفط الهلال الإماراتية تتوسع في العراق وتخطط لدخول ليبيا ولبنان. من قال إن أجمل اللحظات نعيشها على الأرض فقط؟ طائرة الإمارات إيرباص A380 العملاقة. أهلا بالغد. موقع CNBC عربية بحلته الجديدة، معلومات شاملة، أسواق عالمية وآخر أخبار المال والأعمال بالصوت والصورة.
وإن كنت بعيدا عن جهاز التلفزيون يمكنك الآن متابعة بثنا الحي عبر موقعنا الإلكتروني cnbcarabia.com. لأعمال موقع واحد. تتابعون الليلة في جلسة الأعمال. عمومية البنك السعودي الفرنسي توافق على إصدار صكوك ثانوية بمبلغ 2.5 مليار ريال، وفودافون تشطب 5.9 مليار جنيه استرليني من قيمة أنشطتها في أسبانيا وإيطاليا وتخفض توقعاتها للعام بأكمله. وجلسة الأعمال الليلة 4 مساء بتوقيت غرينتش. أهلا بكم من جديد. في الكويت، ورغم ازدحام الأجندة النفطية بالعديد من المشروعات، إلا أن الكثير منها يعاني من تعطل التنفيذ أو الجمود. ويرى المراقبون بأن تعطل المشاريع رغم أهميتها في تحقيق استراتيجيات زيادة الإنتاج يعود لعدة أسباب، منها ما هو متعلق بالروتين، ومنها ما تعطل لأسباب سياسية، وأخرى تباطأت بسبب الخلاف حول طرق وجدوى تنفيذ تلك المشروعات. بنبرة يشوبها الكثير من التفاؤل والأمل في المستقبل، يتحدث مسؤولو القطاع النفطي في الكويت عن خطط للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى سقف 4 ملايين برميل يوميا، وعن مصفاة رابعة، وعن وقود بيئي، وعن زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي والمصاحب، وعن استخراج نفط ثقيل، مشروعات عملاقة تحتاج إلى ميزانيات دول لتجسيدها إلى واقع يسمعها المتابعون في كل مؤتمر ومناسبة. لكن الواقع يقول أن تلك المشروعات تظل حبرا على ورق وأفكار وميزانيات ونتائج تقديرية، فما أقر من حيث المبدأ لم يدخل حيز التنفيذ، والميزانيات التي رصدت لم تجري في شرايين الاقتصاد الداخلي، لا إنفاقا أو تمويلا أو حتى تشغيلا. أنا أعتقد اليوم وضعنا جدا ممتاز بخصوص يعني تنفيذ الاستراتيجية اللي وضعناها سنين، يعني من فترة تقريبا 5 سنوات. الحمد لله الآن المصفاة الجديدة والمشروع البيئي بدأ يأخذ يعني الإجراءات التنفيذية والله الحمد يعني، وطبعا المشروعات الاستكشاف والإنتاج هي مستمرة يعني بدأت من فترة، واليوم احنا يعني بصدد ان يعني ننفذ مشاريع إضافية، يعني سواء كان عن مشاريع تتعلق في الغاز الحر، بس مشاريع الاستكشاف والإنتاج تأخذ وقت طويل يعني فيبيلها شوية صبر يعني. إذا بتطلع على الإنتاج القومي مثلا، هذه المشاريع الكبيرة الخاصة والعامة والحكومية أوكي بحدود 7 مليارات دنانير، اللي هو المستوى اللي كنا فيه بسنة 2008. يعني شو معناته؟ معناته يعني بعدنا عام منقلع أوكي، نحن ننطلق بعدنا في أول المسير. يعني هذا رقم لسبعة مليارات لازم يوصل لحد 9 و10 مليارات أوكي، ولا 8.5 حتى لكن نكون شو اسمه، حتى تبلش تحس بهذه المشاريع في الاقتصاد وفي التمويل وفي البنوك وفي الطلب على الائتمان وإلى آخره. ويعتبر مشروع المصفاة الرابعة أحد أكبر الأمثلة على التعطيل والعراقيل التي تواجه تطوير القطاع الرئيسي والحيوي في الاقتصاد الكويتي، فالمصفاة التي تصل تكلفتها إلى 14 مليار دولار والتي كانت ستنتج حوالي 600 ألف برميل يوميا وتوفر وقودا نظيفا للاستهلاك المحلي، كانت قد طرحت عام 2008، لكنها تاهت في متاهات البيروقراطية طارة وانتظار القرار طارة وسجالات السياسة طارة أخرى. وحتى اليوم لم ترى المصفاة النور، وحتى اليوم الكل متفائل بقرب تنفيذها. مشروع المصفاة يعني هو الآن في أي مرحلة؟ هو المرحلة الآن يعني خلينا نقول احنا في بدايتها الحقيقة، يعني تم الانتهاء من يعني عقد اللي هو يسمونه البي ام سي اللي هو المستشار المشروع، وتم الحقيقة الترسية على يعني على شركتين، وبالعكس هذا أعتقدها يعني مؤشر جيد عادل. وطبعا بعدها في إجراءات كثيرة إلى أن يتم يعني خلينا نقول المناقصة، وأتمنى إن شاء الله يعني خلال السنة أو بداية السنة القادمة
يعني تنزل المناقصة وتبدأ على الإجراءات يعني النهائية. وبعيدا عن مشروع تطوير حقول الشمال الذي لامس حساسيات سياسية أو سيادية، يعد مشروع إنتاج النفط الثقيل مثالا آخر على تأخر هذه النوعية من المشروعات المطلوبة لرفع مستويات الإنتاج أو حتى تطوير خبرات في أوجه جديدة من الصناعة. وقد تكون البيروقراطية أحد أسباب التأخير، لكن هناك من يشير أيضا إلى انقسام في الرأي حول جدوى شراء الخبرات من الخارج أو تطويرها داخليا. احنا ما انتجنا نفط ثقيل، فاذا راح ننتجه بس ننتجه ابعد بكثير، يعني مده راح تطول، الكوست راح التكاليف راح تزيد كثير كثير علينا، ويمكن ما نوصل اللي نبيه، يمكن ما نوصل اللي نبيه. فانت في شركات اوريدي عملت هالشيء، اوريدي عملتها، يعني اللي بتتعلمها اليوم انت هم متعلمينها يمكن قبل 15 سنه او 20 سنه او 30 سنه، فليش يعني ليش تاخر نفسك وتحرم نفسك من هالإنتاج اللي أنت تبيه ومهم بالنسبة لك وعندك كميات هائلة من هالنفط هذا موجود في 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 أرضك بس ما تنتجها؟ لأن أنت تقول أنا بسوي. طيب أنت بتسويه صحيح وسوي ممتاز، بس it will take time، يعني تأخذ وقت تأخذ فلوس أمور هذه. قد يكون ارتفاع أسعار النفط وفوائده من الأسباب وراء عدم الإحساس بأهمية مشروعات تطوير صناعة النفط، لكن خبراء يحذرون من أن كلفة الانتظار وتأجيل المشروعات ستكون في المستقبل باهظة، لا من المال فقط ولكن من الخبرة والسمعة أيضا. وعلى هامش مؤتمر ميدا الذي عقد في الكويت مؤخرا، تحدث مازن السردي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت حول المشروعات المقبلة لزيادة الطاقة التكريرية وإنتاج الوقود البيئي المطلوب عالميا. احنا ان شاء الله ننوي ان مع اعتماد الميزانات القادمة السنة القادمة ان شاء الله اللي تنتهي او تبدأ في 1/4، ننوي ان شاء الله طرح مجموعة من المشاريع رأسمالية الكبرى نراها، من أهمها إنشاء 3 مراكز تجميع في شمال الكويت بقدرة إنتاجية لكل واحد 100,000 برميل، منها إنشاء شبكة من الأنابيب اللي تغذي المصفات الرابعة، وهذه قيمتها يعني فوق 450 مليون دينار، يعني نتكلم على مبلغ عالي جدا. نتكلم على مركز للماء يغذي الهيفي أول ويغذي السناتر عندنا في شمال الكويت. نتكلم على مشروع ضخم جدا بالنسبة لنا كقيمة وكحجم أيضا، اللي هو إنتاج 60,000 برميل من الهيفي أويل. طبعا أيضا نتكلم على برنامج حفر رئيسي راح يغذي ويعني يساعد هذه المشاريع. هذه المشروعات ماذا تفيد بالنسبة للاستراتيجية الطموحة للكويت؟ لو تجد أن أغلب المشاريع أغلبها إنتاج نفط، يعني 3 مشاريع اللي تكلمنا عنها زين، في بعضها مساند يعني مثلا أو رئيسي للريفاينري ما هو ما حزبة الأنابيب اللي تكلمنا عنها. مشروع 60,000 برميل هذا رئيسي ومهم جدا للوصول لاستراتيجيتنا المطلوبة في 2020، لازم نعطي 60,000 برميل للوصول إلى الكوتا اللي احنا حاطينها الاستراتيجية ل 2030. بعد ذلك راح يزيد من 60 إلى 270 مع 20-30 للوصول للكوتا مثل الكي او سي اللي هي 3.65. نعم. فيما يتعلق بالهيبي اويل تحديدا والزيت الثقيل، هل انتم واثقون من ان المكامن تحتوي على كميات كبيره؟ هل سيدخل هذا الانتاج في ضمن الاستراتيجيه للوصول الى 4 برميل؟ بالضبط، التاكيد ان شاء الله متاكدين منه. 60,000 مثل ما قلت مطلوبه للوصول الى انتاج حسب الاستراتيجيه في 2020، ويصعد بعد ذلك من 60 إلى 270,000 للوصول الى الانتاج الاجمالي مال 4 مليون للكويت، طبعا اللي يخص الكي او سي اللي هو 3.65. كان دائما يقال ان الكويت ربما لا تملك الخبرات والنوهاو لاستخراج الزيت الثقيل، هل الان اصبحتم موجوده لديكم ام تشترى من الخارج؟ هني يبقى سؤال له اكثر من بعد. ها، ما نملك الخبرات، احنا حاولنا ان يكون عندنا يعني اتفاقيات تشغيليه او اتفاقيات مسانده فنيه مع شركات، لكن هذا الى ان ما تم، فاحنا نعمل بقدرتنا الذاتيه والله الحمد لله ان احنا ماشيين ونتوقع ان شاء الله نصل للمستوى اللي نحتاجه. السؤال الاخير، البيئه مره اخرى في كل هذا النشاط، الى اي مدى تحتل البيئه جزء من الاهتمام في هذا الشيء؟ انا اشكرك على هذا السؤال، احنا فعلا نفخر في شركه نفط الكويت بحرصنا على البيئة
لله الحمد وصلنا في شركة مثل الكويت إلى نسبة غير مسبوقة في تاريخ الشركة بنسبة حرق الغاز، وصلنا إلى حوالي يعني نسبة 2-3 يعني الرقم ما يحضرني الآن، لكن لو تشوف الرسم البياني والإخوان قدموا أكثر من 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 ورقة في عمل في هالموضوع، جدا نفتخر بأن وصلنا إلى مستويات ممتازة في خفض نسبة حرق الغاز. قال مجيد جعفر الرئيس التنفيذي لنفط الهلال الإماراتية إن الشركة تستعد للتوسع في قطاع النفط والغاز بالعراق وبدء أنشطة في ليبيا ولبنان، وقال إن دولا أخرى مثل لبنان تقوم بتشكيل هيئات تنظيمية استعدادا لبدء أنشطة في هذا القطاع، وتعتزم الشركة توسيع الاستثمار والإنتاج في كردستان ومناطق أخرى في العراق. وفسر جعفر هذا الاهتمام بقوله إنه تم حفر 2000 إلى 3000 بئر فقط في العراق، كله مقارنة مع 10 أمثال هذا الرقم في السعودية ومليون بئر في تكساس وحدها. أعلن المدير العام لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أن الشركة ترغب في الإبقاء على الهيكل الحالي لامتيازاتها للنفط والغاز في دولة الإمارات من دون تغيير، وستقدم توصيتها إلى المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي في وقت لاحق هذا الأسبوع. ويسمح نظام الامتيازات الإماراتي لمنتجي النفط والغاز بالاستحواذ على حصة في الموارد في الإمارات الدولة العضو في منظمة أوبك، ويحل موعد أول تجديد للامتيازات في عام 2014. قال الرئيس التنفيذي لبريتش بتروليوم إن الشركة تأمل في الاتفاق على تطوير مشروعها للغاز المحكم في سلطنة عمان في 2013. وقد استثمرت بريتش بتروليوم بالفعل $700 مليون في مشروع بمنطقة وسط عمان، لكنها تتفاوض بشأن السعر الذي ستحصل عليه مقابل بيع الغاز في السوق المحلية العمانية. وتقوم بي بي والتي فازت بالامتياز في 2007 بأعمال استكشافية في المشروع عالي التكلفة نسبيا بسبب صعوبة استخراج الغاز الحبيس بين الصخور تحت الأرض. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام حلقة النفط والطاقة لهذا الأسبوع. دائما يمكنكم مراسلتنا على عنوان البرنامج oil@cnbcarabia.com. هذه تحية مني ومن فريق العمل، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.